ألا يقول نرجو الإفادة في استعمال الروائح الكحولية؟ يا أخي الطيب الأصل فيه الحل والإباحة، إلا ما ثبت أنه يسكر، إذا كان يسكر فهو حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان هذا الطيب يسكر لو شرب أو يستعمل للإسكار فإنه حرام ونجس، يجب إتلافه. أما الطيب اللي ما فيه إسكار فهو حلال، الأصل فيه الحل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.